بابا الإنجليز أحمد عبد الحي كيرة. كيرة الذي لم يعرفه أحد. عاد فيلم كيرة والجن فكرة تقديم أعمال تاريخية بترصد بطولات لأشخاص كانوا موجودين في ثورة 1919. والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد بعنوان 1919. يحكي الفيلم قصة حقيقية لبطل حقيقي منسي لم يتم ذكره في يوم من الأيام. أحمد عبد الحي كيرة بابا الإنجليزي يجسد الفنان كريم عبد العزيز شخصية أحمد عبد الحي كيرة. لكن الفنان كريم عبد العزيز بيختلف في الشكل كتير جدا عن البطل الحقيقي اللي هو أحمد عبد الحي كيرة، لأنه كان قمحاوي وقصير وذو شارب خفيف. كان عبد الحي كيرة بيجيد التنكر والتخفي وبيتحدث أكثر من لغة. كان بيمثل دور الطالب غير المهتم بالشأن السياسي، لا بل الكاره لوطنه كمان والمحب للاحتلال، حتى وصل لدرجة ان مدير مدرسة الطب كان يراه انه ابن الامبراطورية البريطانية. لذا فتح له الباب ان هو يدخل غرف الدروس والمعامل عشان يستغل الموقف البطل بتاعنا وياخد المواد الكيميائية اللي بيحتاجها دي صناعة المتفجرات عشان يعطيها للمتخصصين في صناعة القنابل عشان يتم استخدامها فيما بعد في قتل الجنود الإنجليز. واستمر الوضع لسنوات وسنوات، وكان أحمد عبد الحي كيرة من أبطال ثورة 1919 لغاية ما وصلنا لسنة 1924 بعد ما قتل السير ليستاك والقبض على قاتليه، وفي التحقيقات خانهم نجيب الهلباوي واعترف هو وأخوه منصور بتفاصيل التنظيم، وعرف الإنجليز اسم أحمد كيرة واكتشفوا اللي عمله وان هو خدعهم. وقتها قررت قيادات الجهاز السري للثورة سفره للخارج. ليه؟ عشان ما يقتلهوش. وزورت له جواز سفر سافر بيه لليبيا، ومنها راح إيطاليا، وفور وصوله علم ان المخابرات البريطانية بتدور عليه وأصدرت منشور لجميع مكاتبها في العالم تقول فيه اقبضوا عليه حي أو ميت، اسمه أحمد عبد الحي كيرة، كيميائي كان طالب في مدرسة الطب وخطير في الاختيارات السياسية. ترك كيرة إيطاليا وهرب لتركيا، وكان التقى بالأديب الكبير يحيى حقي. كان بيعمل موظف بالقنصلية المصرية، وكتب عن أحمد عبد الحي كيرة في كتابه ناس في الظل، وقال عنه: بابا الإنجليز يبحثون عنه بعد أن فتلوا له حبل المشنقة، كنت لا ألقاه إلا صدفة وألح عليه أن نأكل معا فيعتذر قائلا قريبا إن شاء الله. وظل على هذا الحال لأربع سنين، وكلما أدعوه بيعتذر بأدب. وشفت فيه المثل الجدع للرجل الشريد، بس كانت ملابسه بتدل على إن هو بيقاوم الفقر مقاومة عنيدة، وصفرة وجهه كانت بتبين ان هو جعان ومش لاقي ياكل. كان بيمشي على عجل وكان بيخاف، كان بيحاول ان هو يفلت، كأنه كان بيحاول يفلت من جاسوس بيتبعه ويخلو كلامه من اي عاطفة. ما انتش عارف هي ترى هو تعبان او هو كويس. عمل كيرة في أكثر من مهنة بحثا عن قوت يومه، وكان يتنقل من مكان لآخر، لا يمكث أبدا في مكان واحد حتى لا يعرف أحد مكانه. ويذكر يحيى حقي في كتابه: حاولت أعرف هو ساكن فين عشان أعرف أوصل له، هو بيعمل إيه، ظروفه عاملة إزاي، لم أنجح في ذلك. قيل لي إن هو بيسكن في 3 شقق، كل منها في حي بعيد عن التاني، وما بينامش في فراش واحد ليلتين على بعض. المخابرات البريطانية لم تكف وظلت تبحث عنه. قتل أحمد عبد الحي كيرة في تركيا، ولقته الشرطة التركية في حفرة في أحد الشوارع كان مقتول فيها، لتكون نهاية الفدائي المصري اللي حارب لسنوات طويلة في الاحتلال. رحم الله البطل العظيم أحمد عبد الحي كيرة وأسكنه فسيح جناته. وإن شاء الله القصة الجاية هتكون عن الفدائي الجميل عبد القادر شحاتة الجن، ومعرفش هم هيعملوا فيلم عليه ولا إيه، بس هنلتقي في الفيديو القادم مع قصة عبد القادر شحاتة الجن. بابا الإنجليز أحمد عبد الحي كيرة. كيرة الذي لم يعرفه أحد. عاد فيلم كيرة والجن فكرة تقديم أعمال تاريخية بترصد بطولات لأشخاص كانوا موجودين في ثورة 1919. والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد بعنوان 1919. يحكي الفيلم قصة حقيقية لبطل حقيقي منسي لم يتم ذكره في يوم من الأيام. أحمد عبد الحي كيرة بابا الإنجليزي يجسد الفنان كريم عبد العزيز شخصية أحمد عبد الحي كيرة. لكن الفنان كريم عبد العزيز بيختلف في الشكل كتير جدا عن البطل الحقيقي اللي هو أحمد عبد الحي كيرة، لأنه كان قمحاوي وقصير وذو شارب خفيف.
كان عبد الحي كيرة بيجيد التنكر والتخفي وبيتحدث أكثر من لغة. كان بيمثل دور الطالب غير المهتم بالشأن السياسي، لا بل الكاره لوطنه كمان والمحب للاحتلال، حتى وصل لدرجة أن مدير مدرسة الطب كان يراه أنه ابن الإمبراطورية البريطانية، لذا فتح له الباب ان هو يدخل غرف الدروس والمعامل عشان يستغل الموقف البطل بتاعنا وياخد المواد الكيميائية اللي بيحتاجها لصناعة المتفجرات عشان يعطيها للمتخصصين في صناعة القنابل عشان يتم استخدامها فيما بعد في قتل الجنود الإنجليز. واستمر الوضع لسنوات وسنوات، وكان أحمد عبد الحي كيرة من أبطال ثورة 1919 لغاية ما وصلنا لسنة 1924 بعد ما قتل السير ليستاك والقبض على قاتليه، وفي التحقيقات خانهم نجيب الهلباوي واعترف هو وأخوه منصور بتفاصيل التنظيم، وعرف الإنجليز اسم أحمد كيرة واكتشفوا اللي عمله وان هو خدعهم. وقتها قررت قيادات الجهاز السري للثورة سفره للخارج، ليه؟ عشان ما يقتلهوش، وزورت له جواز سفر سافر بيه لليبيا ومنها راح ايطاليا، وفور وصوله علم ان المخابرات البريطانية بتدور عليه واصدرت منشور لجميع مكاتبها في العالم تقول فيه اقبضوا عليه حي او ميت، اسمه احمد عبد الحي كيرة، كيميائي كان طالب في مدرسة الطب وخطير في الاختيارات السياسية. ترك كيرة إيطاليا وهرب لتركيا، وكان التقى بالأديب الكبير يحيى حقي، كان بيعمل موظف بالقنصلية المصرية، وكتب عن أحمد عبد الحي كيرة في كتابه ناس في الظل، وقال عنه بابا الإنجليز يبحثون عنه بعد أن فتلوا له حبل المشنقة، كنت لا ألقاه إلا صدفة وألح عليه أن نأكل معا فيعتذر قائلا قريبا إن شاء الله، وظل على هذا الحال لأربع سنين، وكلما أدعوه بيعتذر بأدب، وشفت فيه المثل الجدع للرجل الشريد، بس كانت ملابسه بتدل على أنه هو بيقاوم الفقر مقاومة عنيدة، وصفرة وجهه كانت بتبين ان هو جعان ومش لاقي ياكل، كان بيمشي على عجل وكان بيخاف، كان بيحاول ان هو يفلت، كأنه كان بيحاول يفلت من جاسوس بيتبعه ويخلو كلامه من اي عاطفة، ما انتش عارف هي ترى هو تعبان او هو كويس. عمل كيرة في أكثر من مهنة بحثاً عن قوت يومه، وكان يتنقل من مكان لآخر، لا يمكث أبداً في مكان واحد حتى لا يعرف أحد مكانه. ويذكر يحيى حقي في كتابه حاولت أعرف هو ساكن فين عشان أعرف أوصل له، هو بيعمل إيه، ظروفه عاملة إزاي، لم أنجح في ذلك. قيل لي إن هو بيسكن في 3 شقق كل منها في حي بعيد عن التاني، وما بينامش في فراش واحد ليلتين على بعض. المخابرات البريطانية لم تكف وظلت تبحث عنه. قتل أحمد عبد الحي كيرة في تركيا، ولقته الشرطة التركية في حفرة في أحد الشوارع كان مقتول فيها، لتكون نهاية الفدائي المصري اللي حارب لسنوات طويلة في الاحتلال. رحم الله البطل العظيم أحمد عبد الحي كيرة وأسكنه فسيح جناته، وإن شاء الله القصة الجاية هتكون عن الفدائي الجميل عبد القادر شحاتة الجن، ومعرفش هم هيعملوا فيلم عليه ولا إيه، بس هنلتقي في الفيديو القادم مع قصة عبد القادر شحاتة الجن.